مرحبا بكم في رحلة جديدة عبر قناة الحرملك. سنذهب اليوم إلى أحد أقدم مقاهي دمشق، مقهى الروضة أو قهوة المثقفين. بتمنى لكم رحلة ممتعة مع أجواء رمضانية مباركة. وصلنا إلى القهوة وكان موعد الإفطار، وكان العمال يتناولون إفطارهم. شو كيفك حماتة؟ صحة؟ كمان حماتة مرضت بالسرطان معك. إلى محبي الأشياء القديمة، بهذا الفيديو رح تشاهدوا كل شيء مميز، من الراديو القديم إلى كاميرا التصوير إلى الفوانيس وأشياء أخرى. تابعوا الفيديو للآخر. نلتقي بعد الفاصل. لا تنسوا الإعجاب والتعليق. هيا بنا. بعد غياب أكثر من 5 سنوات عدنا إلى قهوة الروضة، حيث كنا نرتادها أنا وصديقتي. ذلك المقهى العتيق الذي يقع في شارع العابد بحي الصالحية في دمشق. كان هذا المقهى ملاذنا الأسبوعي، حيث نرتاده على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. نتبادل فيه الأحاديث ونستمتع بجوه الدافئ، لكن بسبب الغلاء الفاحش الذي حدث في سوريا لم نعد نستطيع تأمين قوت يومنا، فكان لزاما علينا التوقف عن ارتياد المقهى. ما إن دخلنا المقهى حتى استقبلنا العمال القدامى بالترحاب والابتسامات. كان لقاءهم بمثابة شعاع من الأمل في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا. لكن اليوم عدنا إلى قهوة الروضة في شهر رمضان المبارك لنرى ما تغير خلال هذه السنوات، ولنشارككم فرحة الإفطار مع العمال القدامى. صحة وهنا، تقبل الله. في قلب حي الصالحي العريق في دمشق العاصمة السورية الأقدم في التاريخ، تطل علينا قهوة الروضة رمزا للتاريخ والثقافة والحياة. هنا تروى حكايات المدينة على ضفاف كوب من القهوة العربية الأصيلة، وتنسج ذكريات لا تنسى. فوجئنا بالتغيرات الجذرية التي طرأت على المقهى. لقد تحول إلى متحف فني حقيقي، حيث تم تقسيمه إلى أقسام مختلفة، كل قسم له طابعه الخاص. في بداية القسم نجد جاما من البلور معروض فيه مصابيح قديمة تعمل على زيت الكاس، بالإضافة إلى جرار فخارية وغيرها. يزين هذا القسم بفرش مقاعد حديدية نجدت بقماش مزركش جميل. يعلق على الجدران لوحات جدارية مرسومة بدقة وكأنها معرض فني. تعد قهوة الروضة رمزا هاما من رموز دمشق، وقد تم ذكرها في العديد من الأعمال الأدبية والفنية، وهي وجهة سياحية مميزة،
حيث يزورها العديد من السياح من جميع أنحاء العالم. أتمنى من المشاهدين والذين زاروا قهوة الروضة من أي مكان مشاركة ذكرياتهم في التعليقات من سوريا أو من خارجها. أهلا وسهلا بكم، تابعوا معنا الفيديو لنشاهد المزيد من المشاهد الجميلة والراقية. بعيدا عن الأماكن الأثرية ثمة مقاهي ما زالت قائمة وسط المباني والمتاجر الحديثة، حيث حاول بعضها تجديد طابعه المعماري ينسجم مع الحداثة محتفظا بهويته التراثية كمقهى الروضة الذي يقع في شارع العابد قريبا من البرلمان السوري، حيث تكثر محال الألبسة والمكتبات ومطاعم الوجبات السريعة. وعلى مدى نصف قرن شكلت الروضة بعد تحوله من دار عرض سينمائية إلى مقهى ومكانا خصبا لسجالات نواب البرلمان ورجال السياسة السوريين الذين كانوا يرتادونه بعد الانتهاء من جلسات البرلمان. يقدم مقهى الروضة للزبائن ما هو معتاد في جميع المقاهي كالمشروبات الساخنة، الشاي والقهوة والزهورات والمرطبات، فضلا عن الأرجيلة وطاولة الزهر أو النرد والشطرنج. تعرض على جدران الأقسام الأخرى لوحات وصور وتحف فنية. في وسط المقهى نجد نافورة جميلة تضفي على المكان أجواء من الرومانسية. قهوة الروضة من أقدم مقاهي دمشق، حيث تأسست عام 1939، تقع في شارع العابد بالقرب من البرلمان السوري في حي الصالحية، أحد أقدم وأشهر أحياء دمشق العريقة. تعرف قهوة الروضة بكونها ملتقى للنخبة من المثقفين والفنانين والسياسيين الذين يتجمعون فيها لتبادل الأفكار والأحاديث. يرتاد المقهى الكثير من الفنانين والصحفيين العاملين في الحقل الرسمي، بالإضافة إلى نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وأنا شخصياً أول مرة أذهب إلى قهوة الروضة لأتعرف على الناشط خطيب بدلي، من الشخصيات الكبيرة المعروفة يقال أن التي كانت تأتي أو زارت قهوة الروضة، الرئيس الراحل صدام حسين والكاتب الكبير محمد الماغوط
والكثير من الأدباء الكبار. يتميز ديكور قهوة الروضة بطابعه التقليدي، حيث تزين الجدران باللوحات الفنية والخط العربي، بينما تضفي الإضاءة الخافتة أجواء من الدفء والراحة. شو بدكم تشربوا انتم؟ هذا من أصدقائنا القدماء يوم اللي كنا نجي. إلنا 5 سنين ما جينا. هو عم يقولي من القدماء. يعني شو كيف حماتي؟ صحة؟ كمان حماتي مرضت بالسرطان معي. كابتشينو او شو بدي؟ شو بدك؟ لا ما بدي انا كابتشينو. لا شاي بلا سكر؟ اي قهوه. انا شاي بلا سكر لانه القهوه مو طيبه، ما بيحطوا لها بلا هيك. لا غير بلا هيك. ما لها قهوه. لكن شربت شفتي وانا بشربي. تقدم قهوة الروضة القهوة العربية الأصيلة التي تعد رمزا للكرم والضيافة في الثقافة العربية. يمكنك الاستمتاع بكوب من القهوة بنكهة مميزة من النعناع أو الهيل، بينما تستمع إلى نغمات الموسيقى. تعد قهوة الروضة مكانا مثاليا للنقاش وتبادل الأفكار. هنا يجتمع أشخاص من مختلف الأعمار والخلفيات لمناقشة مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية. مع حلول المساء تصبح قهوة الروضة مكانا رومانسيا، حيث يمكنك الاستمتاع بكوب من القهوة.
مثلا هيك وردة يصير أفضل الصحة. هلا عم حط لك تبع الصورة. خلينا هنا على هذا العمود نبريج أو بربيش أرجيلة كما يقولون باللهجة الشامية، طويل جدا بلون جلد الحية. وفي الجهة الثانية يوجد أجهزة قديمة مثل الراديو وأجهزة التسجيل التي كنا نسميها مسجلة، تسجل الأصوات ونستمع إلى أشرطة التسجيل القديمة. هذا صاحب القهوة، سمعت منذ فترة أنه توفي رحمه الله. قهوة الروضة ليست مجرد مكان لشرب القهوة، بل هي رمز لدمشق القديمة وذاكرة حية لتاريخها العريق. أتمنى ينعاد عليكم بكل خير على العمال والمشاهدين وكل الذين يستمتعون بهذا الفيديو بالخير والصحة، ولا تنسوا تشاركوني آراءكم بالفيديو بالتعليقات والفيديوهات اللي عم قدمها بالقناة. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو وأن أكون قد وفقت بهذا العرض. أنا رجاء حيدر وهذه قناة الحرم لك. لا تنسوا الإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة على الجميع. شكرا لكم.